رجعنا لكم من جديد ووصلنا لآخر محطاتنا الحوارية مشاهدينا. يعني علا اليوم حكينا عن طرق رفع الجهاز المناعة بمحطتنا الحوارية الأولى، وهلأ عندنا محطة كتير مهمة هي رح نحكي عن الأغذية. يعني قدي فعلا في بالسوق في مغريات من الأغذية ومن الأكلات الطيبة، لكن بيبقى أكل البيت وأكل الوالدة هو أفضل أكل لأنه بيحوي على نظام غذائي صحيح ومظبوط. هيدي المواضيع رح نتطرق عليها مع ضيفتنا الدكتورة المهندسة بنان مبارك، وهي أخصائية علوم الأغذية والصناعات الغذائية، لنحكي عن النظام الغذائي الصحيح وكيف تقدر الأم فعلا تعلم أولادها النظام الغذائي المتوازن والصحيح. يسعد صباح الدكتورة. يسعد صباحكم، كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير. يسعد صباحك. عم تحكي يا ربا بالمقدمة، يعني كثير في مغريات بالسوق، الأكلات الجاهزة وسريعة وكلنا بنحب هيدا النوع من الأكل، بس شو هي اساسيات الغذاء الصحي؟ كمان حكينا بالفقره الحواريه الاولى انه قد ايه عم بتخف المناعه بسبب اتباعنا لاساليب صحيه، عفوا اساليب غير صحيه. خليني اقول الغذاء الصحي بيضمن للجسم طاقه، الحركه بنشاط، الصحه، الجهاز المناعي السليم، العقل السليم مثل ما بيقولوا، العقل السليم بالجسم السليم. صحيح. المفروض يكون غذاء متوازن، نحصل على حصص معينه حسب هرم غذائي معروف عالميا، نحصل على البروتينات بكميه معينه يوميا، بروتينات نشويات بكميات مقبوله مو كثير كثير، الفيتامينات، المعادن، المياه بكثره، الابتعاد عن الكحول، عن التدخين، يعني بشكل عام على نمط حياه كامل، هو لازم الابتعاد عن مثلا المقالي، الأشياء الضارة يبتعد عنا الإنسان، يعني مارس الرياضة، هي الأشياء الصحية بتوصلنا لنظام حياة صحي. يعني بنان الأمهات كتير بيعانوا مع أبنائهم الأطفال إنه منشان يعلمون ياكلوا وجبات صحية متوازنة، و يعني كتير بتعطي فيتامينات لأجسامهم. من أي عمر بتقدر الأم تحدد الحصص الغذائية لابنها؟ تماما من العمر الصغير، لما الام بترضع مثلا بانتظام بيتعود الطفل عن نظام اكل محدد بلا ما يحس، يعني هو طفل بالنهايه. بيكبر شوي بدنا نصير نعلم الطفل انه ما بياكل بالصراخ، بياكل انه على رياحته بكميات محدده. بنتواصل معه بصريا بطريقه معينه، انه مثلا كوبك هيدا كوبك هيك قد بتشرب فيه عصير، بتشرب فيه حليب، هيدا للمياه. مثلا اللحوم عقد كف ايد الطفل، الشحوم عقد اخر سلاميه باصابع اليد، يعني بنعلم له البصر للطفل انه هي كميات اكلاتي انا، لا اكثر ولا اقل، يعني بيصير عنده نوع من التوازن. يعني الاهل كمان تصرفاتهم بتنعكس على تصرفات الاطفال، يعني بناحيه سلوك الغذاء الصحي. صحيح طبعا، كل حدا بيتاثر باولاده، يعني شو التصرفات اللي عم يعملها رح يعملوها الاولاد. هون انا من ايمت فيني ادربه لهيدا الطفل على الغذاء الصحي؟ شو العمر اللي انا فيني بلش معه بالتدريب؟ من اول ما بيخلق، من وقت اللي بيكون عم يرضع وبيكمل بقى، يعني ما بنبلش معه بصراخ، ما بنبلش باجباره على الاكل، ما بنبلش نجبره انه خلص الطبق اللي قدامك اجباري عنك. يعني طب يعني مثلا بنان، اذا الام حطت لابنها بطبقه الكميه المطلوبه اللي لازم تخلص معه، الطفل ما قدر يخلصها، كيف تتعامل الام؟ بتخليه بتقطعها بشكل عادي انه لا خلص مو مشكله، ولا لا لازم تشرح له وتخليه فعلا يخلص هاي الكميه؟ هلا هي بتشرح له، واذا ما اقتنع ما يعني ما في داعي نجبر الطفل على الاكل، بصير عنده رده فعل عكسيه، بيكره هالاكل يعني بعدين. فالطفل ما بينجبر، يعني يا اما بده يستفرغ او يمرض او يعني ينجبر على الاكل، مو بصير ابدا. لازم هيك ناخذه بالسياسه شوي، يعني ما بنشرح للطفل نحن دائما لحتى يصير عنده نظام حياه متكامل عن التغذيه، بنشرح للطفل فوائد الاغذيه، بنشرح له مضار بعض الاغذيه، يعني بدنا نوعي دائما للطفل، يعني ممكن يصير مهندس اغذيه من صغره. تماما تماما. هلا مثل ما حكينا في كثير عادات صحيه، في كثير عادات عفوا منتشره، مثلا حكت ربع عن احدى هيدي العادات انه احيانا كثير اطفال حتى كبار بالعمر بحطوا بالطبق تبعهم وما بيخلصوا مثلا، او في عائله بتنطر بعدها لحتى تجتمع لحتى ياكلوا مع بعض. في كثير من هيدي العادات، في عادات انه على الفطور ما فيني اكل بلا ما اشرب شاي، على الغداء بدي عصير، قد ايه في منها صح وقد ايه في اخطاء شائعه؟ خليني اقول طبعا انتظار العائله لبعض البعض هو علاقه جيده جدا ممتازه للطعام مع بعض، وبتفتح شهيه الاطفال.
تواصل أسري، بتعطي عادات غذائية سليمة وصحيحة، توقيت مناسب للطعام، هاي بحال يعني كان الكل قادر يعني يكون موجود على الغداء بهال تمام. على الفطور على العشاء، بس هي ضرورية لو كان 5 مرات بالأسبوع. ضروري اجتماع العائلة كلها، ضروري من الناحية النفسية ومن الناحية الجسدية والاجتماعية كله ضروري ينوجدوا لو كان بس 5 مرات بالأسبوع. حلو حلو. الأطباق ما ضروري تخلص مع الطفل، نعم. يعني أبدا الشاي يعني فعلا ضارة مع الأكل، بتؤدي لنقص امتصاص الحديد والمغنيسيوم من الطعام، يعني بتسبب سوء تغذية الشاي، فينا نشربه قبل، والعصير كمان ببطئ امتصاص الأكل كمان وببطئ إفراز الذغابات المعوية. حتى لو كان فريش، حتى لو كان عصير طبيعي بيطان وهيك، نحن فينا ناخذ كمية كتير قليلة إنه ما نكتر مشان ما يأثر على عملية الهضم. حتى الشاي يفضل انه قبل الاكل ناخذه ولا بعد الاكل؟ يعني بالصباح الباكر لانه هي فيها كافيين، ما نشربها مثلا المساء مع العشاء، نشربها قبل الفطور مثلا، قبل الفطور. بكميه قليله كمان، يعني كميه مسموح فيها ما اكثر من 400 ملي باليوم يعني. طيب انا احكي عن موضوع او نقطه ثانيه، هي المعلبات والاكل الجاهز، يعني ويمكن كل الشباب والصغار والكبار بحبوا الاكل الجاهز ويمكن طيب كثير، خلينا نحكي عن مداره. الأكل الجاهز له فائدة إنه سهل فوراً، سهل فوراً، مضره إنه فيه هو شحوم ما معروف مصدرها، ممكن تكون مشبعة، ممكن تكون مهدرجة، في نسب ملح وسكر ما معروفة، مثل العصائر مثلاً سكاكر تاعتها غير معروفة، الأملاح ممكن تكون نسبتها عالية، فهي كتير ضارة. الشحوم ممكن تتكدس، شحوم الوجبات الجاهزة بالذات بتتكدس على البطن فوق الكبد، يعني ممكن تسبب تلف للكبد مع المدى، بحال أدمن الشخص هاي الوجبات. طبعا هي في منكهات ومضافات أكثر الأحيان بتسبب الإدمان، فهذا الإدمان بيسبب تكدس كتير من الشحوم على الكبد، بيتلف الكبد مع الزمن إذا يعني كتير. أما أنه وجبة بالشهر وجبتين يعني معبولين. عادي ممكن، وحسب كمان نشاط الشخص، حسب عمره، حسب الأمراض اللي معه، كلها هي تأثيرها للوجبات الجاهزة. حسب معه ضغط، معه سكر، يعني لازم ينتبه. ايه بدنا ننتبه. بالإضافة لنظافة الوجبات الجاهزة يمكن كمان في منها اللحوم والحليب والمعلبات، مشتقات الألبان ممكن تكون منظيفة تماما، ممكن اللحوم مشتقات الألبان تكون عليها سالمونيلا أو الستيريا أو شيء، كمان حسب النظافة، حسب الأمراض المنتشرة بدها تكون خاضعة على رقابة صحية يعني. معلبات صحيح، معك حق. هلأ كمان في اتجاه تاني بعيدا عن المعلبات والخضار أو الأكلات الجاهزة، كلنا منتجه للمونة، يعني منفرز بازيلا، منفرز يمكن ورق عنب، فول وغيره، في له مضار تفريزه او تخزنه؟ هلا اكيد يمكن بتفرق عن لما نحن بناكلها طازجه، نحكي عن هذا الموضوع دكتور. هلا هي المونه كثير شغله رائعه بالبيت، وبتحقق امن غذائي بالبيت. صحيح. او بالمدى الاوسع من البيت، يعني هي شيء كثير ضروري ودائما سهل نحصل عليها، بتاخذي فورا الاكله من البراد، من العلبه مثلا المخلل، الدبس، البندوره، يعني اي شيء موجود بالبيت هو سهل انه اتناوله فورا واستعمله يعني. صحيح. فهي شيء كتير رائع، صح انه القيمة الغذائية ممكن تخف اكثر، هلا المجمد يعني هو افضل شيء بين كل انواع المونة، بس بحال ضل دائما يعني على نفس درجة الحرارة لحتى نستعمله، يعني مو بصير يفك التجميد ويرد يتجمد يعني، وبيبين هلا الكيس المجمد ببين انه اذا على اطرافه التلج هذا بيكون فاكك ورجعان، اما اذا كله مع بعض قطعة واحدة هذا كله صحي. لا ما بقى عم نقدر نفرز شيء يعني، وضع الكهرباء والغلا بنفس الوقت. يعني بنان ذكرتي انه التفريز هو افضل من التيبيس. ايه طبعا افضل، ايه بضل القيمة الغذائية والعصارة بالمادة موجودة. فالتفريز في حال اجت الكهرباء وقدرنا نفرز فبنستخدم نحن هو التفريز بعدين التجفيف واخر شيء التعليم. كمان يعني الامهات العاملات دائما بيلجأوا لنقطة انه يطبخوا عن يومين، هيدا الطبخ عن يومين انه نرجع نسخن ونرجع نحط بالبراد او بالفريزر ونسخن، هيدا بيأثر على الطبخة على يعني القيمة الغذائية تبعها؟ ايه طبعا بيأثر اكيد. هلا في طبخات مثل السبانخ مثلا فيها هيدي نترات مثلا، النترات مع الحفظ بالبراد بتتحول لمواد سامه، هي نتريت. صحيح. ومع التسخين كمان بيزيد معنى النتريت هيدا سام يعني. صحيح. في مواد مثل السبانخ مثل البطاطا هيدي صعب كثير، اذا اضطرينا كثير نسخن ونبرد ما نسخن فوق 70 درجة مثلا. ما نغذيها للأكل. لا لا ما اكثر من 70 درجة. كل الاكلات ولا بس السبانخ؟
أكل الطعام بشكل عام ما أكثر من 70 نسخنه ثاني يوم، وبشكل عام أفضل نصيحة أنه نطبخ عن يوم واحد بس، بشيء كفي يوم حالهم كمان مشان الصحة يعني صحي. أنا عم أحكي على الصحة الصحي نطبخ لنفس اليوم دائما. هلا أفضل طرق الطهي، عم نحكي عن الطهي هو السلق، أنه حكيتي بالبداية أنه القلي لازم نبتعد عنه، شو أفضل الطرق المثالية للطهو؟ خليني أقول هلا حسب كل صنف طعام له طريقة معينة بتضمن له أفضل شكل، أفضل قيمة غذائية، أفضل طعم، يعني بدنا نشوف شو أفضل شيء بالنسبة للطعام اللي عم نعده. يعني بس هو بشكل عام صحي أكتر شيء الطبخ على البخار لحتى ما تنحل المواد الفيتامينات بالمياه أو بالزيت القلي أو يعني مثلا والابتعاد عن القلي نهائيا؟ لا فينا نقلي بس دائما فينا نغطي بطبقة معينة مثل طحين مثل الكعك المطحون هيدا كله بيأثر، مثلا الأسماك فينا نسلقها وفينا نقليها من بس بشرط يعني القلي ما يطول كتير يعني دائما السمكة شوية تسوي مو أكتر يعني حتى النكهة تاعتها بتروح بتخرب الأوميجا 3 اللي فيها كلياتها يعني اللي هي أهم مكون بناكل السمك من شانه يعني الأوميجا 3 الفيتامينات مثلا اضطرينا نسلق مثلا البروكلي كذا ما نكتر مية سلق نخفف على الأخير لحتى يضل الفائدة فيها ونستخدم هالمي باستخدام تاني بحيث يتناولوا الأفراد العائلة يعني حتى زيت طريقة الحمص كمان يعني التقليب بزيت على السريع كمان هيدا نستفيد منه كمان أي صوص دابت فيه هاي الفيتامينات نستفيد منه نقدمه مع الطعام نستخدمه بطريقة تانية منشان ناخد الفائدة العظمى من هيدا المكون. خليني أقول طب الشوي مثلا في فائدة لشوي الخضرة؟ يمكن في أشخاص بيحبوا الخضار مشوية مثلا. طبعا كمان فقد الفيتامينات بطريقة الشوي كتير قليل مثل فيتامين سي يعني كمان انه بس بشرط نضل نقلب يعني ما انه نحصل على دعه مثلا إيه؟ انه ما يوصل لحرق او بتصير مواد سامه بس تحترق اطراف اي طعام. نعم اذا بدنا نحكي عن افضل انواع السمن او الزيوت للطبخ شو هي؟ هلا نحن عندنا الزيوت المشبعه وزيوت دهون غير مشبعه. يعني المشبعه بتكون جامده يعني اللي هي الزبده السمنه السمن العربي اللي هي مثلا الغير مشبعة كانت مثل الزيوت كلها بشكل عام زيت الزيتون الزيوت النباتية اللي بنقلي فيها اللي ضارة بتكون هي الزيوت المهدرجة مثل السمن التجاري يعني هيدا كتير ضار بيسبب أمراض بالشرايين بالقلب بيسبب مرض السكر بيسبب السمنة يعني هو كتير سيئة الزيوت المهدرجة يعني أفضل السمن العربية هي الأفضل هي كويسة بس بكميات معتدلة كمان ممكن إذا حدا معه ارتفاع بالكوليسترول بالبيت كمان بدنا نخفف كميتها كتير كتير يعني ضرورية للجسم بس كمان بكميات قليلة أفضل شيء هو زيت الزيتون للتقليب للقلي حتى للقلي بنات إيه المهم ما ترتفع حرارته لدرجة أنه يوصل لنقطة الاحتراق يعني إيه. بس انه قلي ما بدي ارفع درجه حرارته بالقلي يمكن استخدام زيت الزيتون الاخضر حصرا ما الاسود يعني هون كيف انا ممكن استخدمه للقلي دكتوره؟ ما بنعلي الحراره تحته كثير طب انا اذا بدي اقلي بطاطا او اقلي اي شيء ما بدي اعلي الحراره ما بدي فينا بنقلي بزيت الصويا بزيت عباد الشمس هو افضل شيء يعني زيت أفضل. عباد الشمس للقلي هلا هون كمان في استخدامات للزيت انه مثلا حدا بيطبخ مثلا رز في اشخاص بيطبخوا بالزيت العباد الشمس او صويا او غيره وفي اشخاص بتستخدموا بالزيت الاخضر زيت الزيتون الاخضر انه افضل لحتى نحصل على طبعا زيت الزيتون لانه هون ما في عمليه احتراق هو التقليب على نار هادئه يعني لما عم نطبخ رز او شيء زيت الزيتون فوائده اعظم وما له مضار يعني تمام بقي سؤال انه نحكي عن بعض الاخطاء الشائعه اللي بتستخدمها الام مع ابنائها بالطعام بهي القصص يعني بالتعامل مع الأكل بعض الأخطاء مثلا إدخال أطعمة للطفل قبل الست شهور لازم بالست شهور الأولى من عمر الطفل تكون كلها رضاعة مطلقة بعد الست شهور بندخل الخضروات بكميات كبيرة يعني منشان تستفاد أمعاء الطفل بتطول الأمعاء أكثر بعد ما بنستخدم إجبار الطفل على الأكل ما بنستخدم الصراخ ما بنحرمه من أكلات معينة مثلاً ممنوع تشتري يعني فينا نبعته يشتري بس بكميات إنه محدودة بنشرح له فوائدها بنشرح له مضارها دائماً لازم نشرح للطفل ونوعيه مثلاً ما بمنعه عن الحلويات بشكل كامل إنه كمان فيني ننظم هالموضوع ما بنستخدم الطعام كمكافأة للطفل
ولا اذا بتاكل صحن السلطه بدي اعطيك شوكولا، هيك انا بكون اثبتت له انه الشوكولا افضل من افضل لك من السلطه. صحيح. ايه يعني ما بصير نجبره، وما بصير انه لا اجباري عنك بدك تخلص هلا الطبق. او اذا جاع مثلا غلط شائع ما بتعمل لحتى يوصل ابوه او يوصل الضيوف او شيء، لا الطفل متى ما جاع وقال انا جوعان فورا لازم اكل. مثلا الام بتكتر كثير اكل بالطبق، كمان هي بتادي للطفل انه يكره هالاكل. احيانا ببلش الطفل لحاله اكل، لازم الاهل يبلشوا قبله لحتى يصير عنده شهيه للطعام. يعني التفريز الاكل اكثر من انه وفك الثلج ويرجع الثلج اكثر من مره، كمان هيدا خطا شائع. استعمال الزيوت المهدرجه خطا شائع. مراعاه النظافه يعني بشكل عام. صحيح. المهندسه بنان مبارك بدنا نشكرك ونشكر وجودك معنا، يعطيكي الف عافيه. الله يعافيكم وكل عام وانتم بالف خير يا رب. انت بالف خير، يعطيكي الف عافيه.